تقول الرواية القديمة إن البحر الذي أسماه العرب بحر السفيد وأسماه الأتراك البحر الأبيض لم يكن بحراً عادياً، بل وحشاً مخيفاً يبتلع تيجان الملوك وعروش السلاطين، حتى إن قيصر روما العظيم وقع أسيراً في يد قراصنة ذلك البحر الذي ذاع صيته المرعب في كل الأرجاء. أما الفرسان الذين جابوا أصقاع الأرض واختبروا كل الشدائد فكانوا نداً لذلك البحر المرعب، لم يهابوا أمواجه العاتية الجامحة، لذا لم يكن بالنسبة لهم لعنة لا مفر منها كغيرهم، بل حضناً آمناً كحضن الأمهات، إذ قام هؤلاء الفرسان الأشاوس بفتح قلاع شواطئ البحر العنيد واحدة تلو الأخرى، كانت قلعة ميديل الشهيرة إحداها، وهناك استقر أحد هؤلاء الفرسان وطاب له العيش، تزوج وأنجب 4 أولاد ذكور، لكن من لم يرى أفعالهم بعينه فسيقول ساخراً ماذا سيفعل 4 رجال أمام بحر ابتلع 1000 دولة؟ لكن الحقيقة تقول إن الإخوة 4 الذين نشروا أشرعتهم في قلب البحر الجامح كانوا كالجبال أمام عواصفه العاتية ورياحه الهائجة، سجلوا بطولات لا تنسى، والبحر الذي أركع الجميع وأذلهم صار رفيق دربهم المخلص. فبعد أن اختلطت دماؤهم بمياهه صار الفرسان والبحر إخوة في الدم. كان بابا عروج أحد أوائل الفرسان الذين مخروا عباب السفيد القاهر، ثم امتطى أخوته من بعده هذا الحصان الجامح وأمسكوا بلجامه. إنهم الإخوة بربروس، وفي الزمن الممتد منذ بدايتهم كقراصنة إلى وصولهم إلى مرتبة سلاطين البحر ولدت قصص عجيبة مهدت لحدوث الأسطورة الشهيرة، ومن هناك نبدأ الحكاية. لا شيء.
ارفعوا الأشرعة يا رجال. مذ أبحرنا والسفينة تئن وتتألم. قلنا لك منذ البداية ستئن تحت حملها، لكن لم تصغي لها. لو لم تكن الحمولة للسلطان لما تكبدنا عناء نقلها وحمايتها في هذه الرحلة الموحشة. يا رجال، لم يسبق أن كذبت عليكم ولم أرسلكم في مهمة إلا وكنت أمامكم، وكعادتي سأكون واضحا معكم. منسوب الماء منخفض والقعر قريب وسفينتنا ثقيلة جدا، لا نبتغي إلا العبور بسلام، لكن يبدو من غير السهل بلوغ هذه الغاية. الرجال ثلاثة أصناف، هناك رجال ملوك، وهناك من يخاف من الملوك، وهناك من يخيف الملوك. لم نكن يوما من الخائفين ولله الحمد. لذا يا رجال، كل من سيقف في طريقنا سواء قطاع الطرق أو رجال الملوك سنكون كابوسا لهم. هل تقسمون على هذا العهد؟ نقسم على هذا العهد وان تكون ارواحنا في دار.